اهلا استاذ عمرو. اهلا وسهلا، سعداء ان احنا موجودين عندك هنا في الرياض. ازيك يا حبيبي؟ ازيك، عامل ايه؟ وحشنا. وانت اكثر، الله يسلمك. استاذ محمد، كلمنا اولا بنرحب بحضرتك، وكلمنا عن الاوبريت النهارده، اوبريت وحده وطن، وحضرتك كنت احد نجوم، واعتقد في كل عام حضرتك موجود في اوبريت الممثل في مهرجان الجنادريه. حقيقة الأوبريت السنة هذه 25 اللي هو اليوبيل الفضي كان في أشياء كثيرة جدا، على رأسها بطل الرواية، اليوم بطل الرواية الكلمات. حقيقة الكلمات كانت قوية جدا ومعبرة، وتتكلم عن أوضاع بتصير في البلد وبتصير في العالم العربي، بتتكلم عنها بشفافية وبوضوح وبتحدي غريب جدا. اول في يعني بصرف يعني باختلاف الجنادريات السابقه التي كانت تعالج الامور بشيء من المغاربه وشيء من يعني عدم المباشره، فالبطل الحقيقي السنه هذه الكلمات حقيقه، الى جانب انه الاخراج كان والديكور والاخوان الفنانين اللي مشاركيننا، وخصوصا انه في ملحنين اثنين تشاركوا على اللحن ولحنوه، وكان لاول مره الفنانين كلهم اجتمعوا في استوديو واحد وياخذوا الصوت دفعه واحده مع بعض. يعني كان في تفاعل حماسي من اول العمل لاخر العمل لاخر ما شافه الجمهور. استاذ محمد، يعني بعد الحفل بيبقى فيه طبعا عاده انه بيتم عبد الله والحوار، قال لكم ايه على الاوبريت السنه دي؟ طبعا في كل مره كان بيهنينا وبيشكرنا، ويعني يعني هي ثمره اللقاء او ثمره الجنادريه هو السلام على يعني سيدي خادم الحرمين الشريفين وعلى سمو سيدي الامير سلطان وعلى ضيوفهم الكرام. يعني هذه يعني حفاوه ما بعدها حفاوه، عندما يعني نتعب ونبذل الجهد الكبير وتاتي ثمرة السلام على يعني سيدي الحرمين الشريفين، هذه طبعا نشوه لا بعدها نشوه وفخر لا بعده فخر حقيقي. استاذ محمد، بقالكم قد ايه بتحضروا لهذا الاوبريت؟ بقالكم تجهزوا استعدادات، بتقعدوا مع بعض، بتعملوا كل الترتيبات؟ اوبريت 25 من 3 أشهر قاعدين نوظف فيه. ثلاث اشهر. الزي النهارده الناس بتسال، الزي اللي حضرتك كنت لابسه او انتوا كلكم كنتوا لابسين المطربين الاساسيين المطربين الرئيسيين، ده بيعبر عن شيء معين؟ طبعا هو اللبس ده بيلبسوه عاده في ايام الافراح وفي ايام النصر، بيبقى اللبس المميز لايام الافراح وايام النصر، يعني عندما تنتصر الدولة في معركة من المعارك، أو بيحصل مثلا عيد من الأعياد، عيد الفطر أو عيد هذا، أو بتحصل أعراس عرس لأحد من الوجهاء أو من الأسرة، فبيلبسوا اللبس هذا، وهو بيجمع تراث المملكة عامة. بيمثل مثلا الجنوب، أهل الجنوب بيلبسوا الخنجر، والمحزم بيلبسوه في المنطقة الوسطى، المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية. الفنان محمد عبده طبعا مبروك، كان عمل جميل جدا، بنشكرك شكرا جزيلا. العفو يا سيدي، اهلا وسهلا.